أمك هي اللي واطية. عايزة تحبسني في البيت ده، عايزة تقعد تتفرج عليا وأنا متشوهة، لكن أنا هقتلها، هقتلها، فاهم؟ ألو، أيوة فردوس، مالك؟ في إيه؟ ابني مالك؟ ابني داليا، داليا من البيت. أنا آسفة إن أنا سبتك معاه. خلاص بقى، الواد مرعوب كفاية. كنت عايزة تقتله يا مختار، كنت عايزة تذبح ابني. مظنش كانت هتعمل كده، عامة ربنا ستر وهي ادتني الولد كل سنة.
هيا سعد. لا مفيش حاجة الحمد لله، موقف سخيف وعدى. لا ما اظنش داليا هانم هتيجي الشركة النهاردة. هكلمك أنا، هجيلك أنا. يلا سلام. شركة إيه؟ لا أنا عايزة أقعد مع ابني، مش هنزل الشركة النهاردة. ماشي، لو مش عايزة تروحي بكرة كمان ما تروحيش بكرة. يا ريت استلم كل حاجة واختار في الشركة الفترة دي لغاية ما أعصابي تهدى شوية. حاضر، بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو، مش محتاجة بقى أعصاب. لا محتاج. بقول لك أنت عايزة تقتل ابني، دي مجنونة. معلش يا مختار أنا آسفة، عايزة أقعد مع ابني لوحدي. حاضر، لو احتجتي حاجة كلميني. متشكرة أوي يا مختار. شركة اسمها الاتحاد، وهي شركة كبيرة جدا في الخليج، وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي. الشركة دي بقالها 3 سنين في السوق، وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها. هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا، وطالبين تحديد ميعاد معانا، فياريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها. حاضر، بعد 4 أيام يوم الاثنين مثلا. بس داليا مش هتكون موجودة، احنا هنقعد معاهم وهنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسية الأول، وبعد كده نبقى نقولها. بكرة يا فندم لجنة الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتمد. ما انا عارف، هما يخلصوا بس التقرير والإجراءات تمشي عادي. سلام. ايوه، انت فين يعني دلوقتي؟ طيب زي ما اتفقنا هجيلك. سلام. انا لازم امشي. طيب انا عارف ان مدام داليا قدامها شويه على ما تركز مع الشركه، ولازم كلنا نرتب نفسنا على كده، بس على الاقل يكون فيهم واحد علشان التوقعات. ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل. حاضر. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا استاذ. استاذ في ايه؟ بكلمك. طب يا عم ماشي. عمر. انا عايز نقابل صاحبة البيت. اقول لها مين؟ قول لها محروس. محروس؟ محروس اسكندراني. طب اطلع بره كده يا احمد. والله اطلع بس بره كده. ما نتحرك من هنا غير لما نشوفها. طب اطلع بره. ماشي. اتفضل. طلعنا. اتفضل. ماشي. ماشي. صباح الخير يا فردوس. واحد اسمه محروس الاسكندراني عايز يقابل المدام. شاهين عايز ايه؟